الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشكبرات رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هي خديم جهشتن إيجار كادي ببشكش كنا خلاك كادي إيش برنامج ما زانستو روجي. أجر خدي حسكتن في خلاك جدي سامي بحسي يعني مفايد روجي كين كروجي كانت مفايد جهنة المروفي والدنيا أهمية ديف چونت كل ديف روجي چوين كان مفايد بيچوا بحث جي كرا وما ديار كرا. عنوانك يهي يعني هاتي دينندن بيشتن الصوم وقاية من أمراض العصر. روجي ديمرو بي بارزتن اش ايشت سردم، يعني اف ايشت فيقافي هين اف ايشت فيقافي هين اگر تروجي بيقري روجي دي تجوان اشا بارزتن. بجا چه اف ايشت ايشت سردم بيت مشهور بربلافه وعالم يعني قالك يعني الديفشوني بود كتن. روجي دا روجي مروفيت بارزت اش اگر جهنمي ورب العالمين مهمية بارزتن اش اگر جهنمي وبلا ومصيبة الدنيا واخرتي. بس اگر مروف صحكتن نهما بس روجي باراستنش اگر جهنمي روجي باراستنش اگر ايشو علمت فيقاوي واف شهدا كيجي كي بحث جيكرا أفا يعني خلق يبحث الروجيات كتن يناب الصرمان ويروجيات جد قرن نألها وكي الروجيات ما بإنما بس فايدة خوارن وفخوارن مروف خوارن وفخوارن ناخد كان فايدة تدا. يعني قالك معهات يتهاتن دينان دني الغربي روش آفاي علاج جوانا همي بهندية دي الروجيات قري طبعا نختد بجوارة دي الروجيات قري البن إشرافة دكتورة وتدي وصل الروجيات قري وهندا ساعتها وفلان تشي تناخي وباريا ومصرفة وعالم تندرستيكا باجي ورد جيرتن لو ما نكي بارا دنكر فايدة جي نكربا يعني أفداشن مالت خواه شو شول نتكر قوتيوه يعني فايدة المنكرة بس هندي مفايد روجيه ديار بين بقابي بهزاراتا يعني جهي تاتن دينان دني وروجيه بخلق الدين كيرني وش إيش وألما نساخ يعني جي خلاص بن. بشتن خارن يعني فترة كاكيم مروف يعني خارن وفخارن نخوتن افا فايدة كي جالكي مظن بمروفي بيدات كتن حتى في عنوانا يبو دينا بشت خارن وفخارن مدها كي كيم تو نخوي بشت افا عملية بدون جراحة اف عنوانا يبو دينا عملية بس نلا عدد كي تتكاليشن نريفيكا كي تبرن نسينجة تتكاليشن نتشو تشتي بشتن تو ورا روجيه بقرا روجيه بيرا بيش عملياته عمليه بدون جراحه تبريندار ناكتن روجيه تبريندار ناكت ودي ايش تجي راكتن بجاد فيجا اف عنوانه بودن بيشتن يستأصل السموم والمشاكل والخلايا الهرمه ويخلص الجسم من هذه النفايات والتلوث ويعالج الكثير من الامراض. هبا خفتنا بيشتن يستأصل يعني تلكشت اش اصل ذات ان الدري يعني في ايش دماهي كتئينتن ومشكلاجي وخليت يتشتش الهريمة افت بير ولاشي مروفيت بارزتن اش في قليشي يعني اف نوفي بو ديناي يعني اف زادة ام تخوين هندك شوي قليشة لازم دار كافت لازم يعني خاصة زادة في قافية ناية صحية جالك مادة كيميائية نافدا وام تخوين بجد بشتن روجي دي تجوي قليشي بارزتن جوي بيساتية دي بارزتن ودي تجغلك إشاجي بارزتن چدش در روجی بس تو خارن و خارن نخوی بش تو ختم رو خارن و خارن نخوتن خلای جسم مرو وی لش مرو وی دست بکن نشاطه کا باش چالکی دی و پیدا بتن و دی خب خلاص کن چدش دی او خلیت لش مرو وی افت پیر افت ضعیف افت نساخ و دی لش بشتن برنامه کی دی تری دی بو خدینتن و دی خجارا کا دی برنامه کی چا وی گاوی وقتی مرو چتن یعنی تلفون فورماتت كتن فاقشت كتن جارك دي درز بتن عينا بشت لش روجي ولا شت كتن لش فتركا يعني استراحة دتي و خوا جارك دي برنامج كت و اف معلومات هاش نيكايت هاتين كشف كرني يعني مجلك يا هاي بجني ديلي ميل يا بريطاني مجلك يا لك مشهورة مجلك مشهورة افي مجلة شو قوتي بي افا بريارة ويا قوتي ان الصوم يعالج السرطان اف عنوانه بو هذه دينان دني وتي علاج علاجه تشتي علاج السرطانيه
يعني إيكش أسرار الروجية يطبي ويتنفسي ويتعلماء كشف كرين وكي رب العالمين بيجتمع وأن تصوموا خير لكم هكا هين روجيا بيرن بوا تشيتراش نجرتني دوما هيكا آيات بيشت إن كنتم تعلمون هكا هين زون طبعا هناك مروفت هين بيشت يعني شو فايدة روجيا دا هند أخو قالب الدين برساتي وتهناتي وشند الساعات شو فايدة دا يعني نعم مروفت واسطة ومروفي وصانة طبعا أفا أخفتنكا بعلمة يا نز أخفتنكا زانستية أخفتنا زانستي أفايا دنيا همية في نابجتن أفا مجلة بريطانية مشهور ديلي ميل يا في أخفتنا بجتن روجي روجي چدشتا روجي بشتا علاجة سرطانية علاجة پنجشيرية بشتنية أفت وكولر أفل ديوتشن ديفتشتيتشن بشتن سخارن وفخارن مدهكي كيم نخي دي چلي اتن بشتن دليفك ديبو لشي چيبتن فرصيك ديبو نظام مناعي أفا ممنع ناهلتن يعني ضرر المبتن إيشت يعني ميكروبي الغريب بين لشي مدى أو تشتي ضرر لشي مبكن برقريا يا لشي يا هاي بيشتن روجي كتكتن روجي أفي قويت كتن في النظامي وبشكلكي جلكي لاو شولي خوات كتن وهر وصا جهازة لشي جي شل مروفيت كن يعني جهازة لشي مروفيت جي يبهنا خوفت كن شكو باري هنجت ومجيلن أبشت اشتفا بحلاندنا في زادي با چونكي جلعي زاد خارنا جلعي زادي لشي مروفي چلتكن جرانت كتن توسطينتن و هوجي هندية استراحة بهم ودانكي بوبكتن واختمرو في روجي تقرتن نفا أخفتن تيتفان مجلة وفيديا نشر كريم بشت لشي مروفي واختمرو في روجي قرت تيدا سبيكت چلكتن طرد السموم المتراكمة أو جهلة لشي بشت أفا جهرنا بو لشي أو أنا همية درت إختن أفل صالي همية شوينت لشي مروفي دا ويعني معناوي روجي چلي روجي چوانا روجي والمروفيت كتن لشي مروفيش في جهري وافتشتيت بيس افتكو صالي دا وافت شو ناقرتين چان صالي باري هنجيجي دا افانا همية إيشيت مزمن افت دوم دريش كو بردوام يلدف مروفي وجدف مروفي ناشن افان إيشا جدف مروفي رات كتن وقالك مشاكل دي ترجيت هين يعني دكتورة بجن امنشن علاج افان تشتابكين سبب وانا جي زادو خارنة قالك مروف دي بيشتن ازي نساخم ودي شد دكتوري مشت از قالي وسطايمة ازي نساخم واتشو شو لا جناكم دكتوري جي ديبو علاجة يعني فحصة شي كتنو دي برا خد تي دي بيشتن شو ايش التنينة لشي طيب سلامتا شو ايش التنينة الفيري مشكلة في مشكلة شي شيد بتن دكتوري بو فحص كرن شو ايش نينة واو خايد بيشت از قالي وسطايمة بيشتن افان افي هندا تشتي ديتين طبعا اف مجلة واف افيديا يفيد شد بيجن بيشت افانا افي هندا خلايت هين شول خانوكت نت شالاكم افا ايك ويادي ترجي هندا خلايت هين قالك يعني جهرات كتين سر ناهل الشول خواب كت شاوا بيقا فتشتاكي توز بكت سر واغ بكت سر ويدي نشي الشول خواب كتن عينا افا جي وصانا واختي مروفي روجي قرت اف مجلد بيجن واختي مروفي روجي كت نظام مناعية لشي مروفي جالك عادي شالاكت بتن ومرود الشعور كت برخاتي الله يعني لش سفكيك بومشيبي وأز الشعور بخشيك كم بتشتشتي بفيجرتني دراسة كاديرة هاي بجنة مجلة أمريكية نشر كري علم التغذية السريري بشت إن الصوم المتقطع المشابه للصوم عند المسلمين مهم جدا روجي جرتن أبا هندك يعني كتكتا عن الديفيك وكيا بالصرمانة أبا من السمجلة إن الصوم المتقطع المشابهة للصوم عند المسلمين وكيا بالصرمانة مهم جدا بوشي مهمة مش لعلاج بعض الأمراض المزمنة وعلاجة شتشتي كانت هندا إيش يتهين مزمن بردوام يعني بردوام يلدف مروج دف مروفي ناشن افاد بجتن علاج افانا و علاج افانا درمان افان ايش شتشتا روجيا لبعض الامراض المزمنة مثل داء السكري وكي ايشا شكري وكي ايشا دلي ويا شريانة يدخيني هروسا دراسة كهية جمعية امريكي
يا بقى بحسي يعني جريداية بجيانورا وحيوانتها بشت إن الصوم المتقطع أدى إلى زيادة فعالية اثنين من مستقبلات هرمون الأديبوني ستين. أبا دراسة يعني أبي جمعية يكري أدبجة روجية كتكتا مروف اختيت جرتن زيادات بتن كده زيادات بتن يعني شالكيت دو مستقبلات زيادات بن هرمون الأديبوسين ستين. أفتشت كتن أختي أفزيدت بتن تشولت كتن الذي يسهم في تنظيم استهلاك الجسم للسكر الكلوكوز واستقلاب العظماء أحماض الدهنية عند الثدييات. أفا فيشولت كتن أختي أفزيدت بتأف هرمونا أفتشت كتن بشتن أفا يعني أوديت صرفت كتن شتشتي جلش شكر أخا صرفت كتن وأحماض الدهنية جي هتقينة النك ون حيوانات أو حيوانات شي أفيت تزين يعني حيوانات تزيد عينا أو جي يعني تجربة السروانة هاتي كرني ودورك ما زن جيفانية هاي بيشتي كوبو تشتشتي استجابة الأنسجة لهرمون الأنسولين هرمون أنسوليني زيدت كتن. إذن فيري علاقة بيواندي يتنابينا نفي روجية ده هاي وتنابينا إيشا شكري يا إيشا شكري او كسي بفيت النفس اخوة باريزتن الشتشتي اجوان ايشا خاصة او ايشا شكري بيش لازمة او قلك روجيا بقرتن و او علاجك قلك يا مظنة بس طبعا شتشتي الديف بيش يعني بن اشرافة يا دكتوري. دراسة كاديتري يا هاي ديسا مجلكة بريطاني او جيا يا جريداية بزاديفة مجلة بحثي زاديد كتن مجموعك كومك روجيغرا أفاني الجيغر تنت هايفا رمضان دا ويتبرا خداني دراسة كتسركري بشتيا بو ديار بأف دراسة إن الصيامة عندك الروجي أفا بريارا وانيا دمهيك إن الصيامة ساعد الجسم على زيادة استجابة لهرمون الأنسولين روجي والمروفيت كتن كجستي مروفي شتشتي وارغيرة زيادات كتن أنسوليني وذلك بالنسبة للأفراد الذين يمتلكون عوامل الإصابة بداء السكري خاصة بوان مروفا أبيت إيشا شكري هاي ورب العالمين بلي هزار وشرصة صالة القرآن مدى هنارتي وأن تصوموا خير لكم هكارين روجيا بيرن بواتشيترا إن كنتم تعلمون هكا همزان يعني هكا همسحكن أسرارة روجي همزان أسرارة روجي. دراسة كادي تريا هاتي كرني بجتن سر يعني روجي كانت فرابوشي بو علاج سرطاني الفيري جامعة بشت أظهر الدراسة أعدها باحثون بجامعة كورنوبيل الفرنسية ديسا عندك علماء يعني سحكريني دراستك هاتي كرني جامعة فرنسي كورنوبيل أفاتشت بجت بشت إن دور الصيام المتقطع في خفض معدل حدوث بعض الأورام اللمفاوية بشت أفي دراسة قوتي قالك ها فان ورمو أفا طبعا إيشن بشتن تشلت كتن تقينة صفر إلى الصفر وذلك بوشي بحسب تجارب أجريت على بعض الثدييات يعني أف تجربة يسر هندك حيوانات كرين أفا يا ديار بي كو أف روجية شت كتن معدل أف إيشال دفونا تقينة صفر. دراسة كاديترية هاي بجتن إن الصوم المتقطع روجي كت كتاه صامرو بجيرت طبعا انا بحسن روجيت كت كتات كتن بوفيجها كتل سريع بجيرك هذه شان لقيتن يرفع من معدل النجاة من بين الأفراد الذين يعانون من إصابات في نسيج الكبد بش تشل تشل فانات كتن روجي أفان مروفا بارزتن كميلاك وانا نساخ ببتن والتي تمتلك قابلية التحول إلى أورام في المستقبل دي بارزتن كو أفيت هندك إيش يلميلاكي هاي يعني نهيش نبيه إيش ورمكات ده هاي بس احتمالا في جاببتن إيش هكا مظن مستقبلي ده روجي چلت كتن وانا هم يرات كتن ديسا دراسة كادي تريد بجتن اگر مروف نظامك يعني يا خوارني يا هو صاب خد هو صاباشة هو صاباشة هو صاباشة يعني خوارنا و أبي بخي أبي نخوي فلان وقتي هو صا نظامك ترتيبك يا بوهاتي ديناي دنيا بجي علماء ديناي قلتي أجر مروف كم زادي بختن وأفزادة خيجي تدا كم بتن
و افزاده سرپی اوه سندویچ اکلویری افزاده سرپی بمروفانا کم بکتن اوه دی چلی ایتن یمکنو ان یجعل عمل الخلایا اکتر انتظاما هکر من روژا بگیرد و خوی کم بکت و افزاده سرپی نخوتن دی چلی ایتن دی چل مروف ایتن بشید بتن شولی خلیا دی چلی ایت اکتر انتظاما شولة خلية قناة الشمرو بدي لاوتر الشولة خاكن ويمنع تحولها إلى خلايا سرطانية وناهلة أف خلايا تهكب من شي خلايا سرطانية يعني سرقة هلدن كل الشمرو بيدا بن وبالتالي يكافح انتشار السرطان قبل حدوثه معنى الروجي ناهلة وكيمرو في الروجي قرد حكر سرطان كيب بتنجت لشيدا بنجاشر كيب بتجي روجي ناهلة هيش نجهشته هندي كو كيب بتن روجي رات كتن إذن فيري جالك روجي قرتن ولا شيء مروفيت كتن مروفيت بارزتن إش جالك إيش وألمة حتى بيجتن جالك روجي يمنع خلايا جسدك من أن تشذ بقية الخلايا وأن تتطور إلى خلايا سرطانية روجي قرتن دي ولا شيء مروفيت دي بارزتن إش تشتي كو أف خلايا هكا يعني ببن خلية سرطاني معنى روجي كل مروفيت كتن روجي أفيد إش الدف مروفيت بيدات كت مروفيت بارزتن إش سرطاني هش شيء نبي روجي ناهلتن فيش عندهم هاتين دماغي كافي خلاكي وحتى خلاكي كادي رب العالمين جل مهامية وتن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.